بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بكابتننا الكبير كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي والكابتن علي عبد الرحمن وكابتن احمد. الله يخليك يا كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نروح للتحليل المباراه هتكلم الف ب تعيينات الحكام، وانا همشي نقطه نقطه كابتن بلال، بس يا ريت تخليك معايا. اتفضل. مع احترامي لوليد عبد الرازق، حكم هو لعب كوره على مستوى كويس، لعب في نادي القناه، لعب في نادي القناه ولعب كوره في الدوري الممتاز، واحنا دايما بنقول احنا محتاجين لعيبه الكوره كابتن اسامه يخشوا التحكيم، ولكن النهارده انت ظلمت هذا الحكم كمسؤول تعيينات الحكام، ظلمت هذا الحكم في انك انت تسند لي هذه المباراه الصعبه. كان ده بيقول لي انا كنت حكم دولي ومسؤول عن نادي الحكام على مدار 8 9 سنين يا كابتن عادل، امتى تختار الحكم؟ هذه مباراه الاهلي والمصري، مباراه بيلعبها حكم دولي كبير، لعب كتير هذه المباريات، عنده خبرات، فعنده خبرات صحيح. ازاي يتعاون في بعض المشاكل الاداريه؟ ما بقاش منفعل، ما بقاش متعصب، يعني المباراه تعلى منك انت بتهديها. فانا بعتب او انا بحمل مسؤوليه للجنه الحكام، ما كان يجب تعيين وليد عبد الرازق في هذه المباراه. كابتن احمد، انت ظلمت هذا الحكم في هذه المباراه الكبيره والصعبه. هذه المباراه على مدار 30 40 سنه يا كابتن اسامه بياخدها افضل حكم دولي او ثاني افضل حكم دولي. عندنا محمود البنا بره. بصرف النظر النهارده ان محمد عادل مسافر في بطوله المحليين، امين عمر عنده الترجي مباراه في تونس، عندك محمد الحنفي حكم كبير او دولي وله خبرات، عندك احمد الغندور، عندك محمود البنا، عندك حكام لعبت، ايه المانع؟ حتى لو انا هكرر يا كابتن احمد البنا مثلا. ايوه. هتقول لي ده لاعب لسه ماتش الاهلي وانبي. النهارده انا ماليش علاقه اقرر حكم، بس نجاح المباراه والعداله التحكيميه تفترض ان انا اقرر حكم عشان اقدر انجح. مظبوط. تاني بقول ما كان يجب على سواء جلاتنبرج سواء المسؤول عن التعييرات انه يعين وليد عبد الرازق يا كابتن احمد، لان ده ظلم للحكم. وليد ما لعبش اي مباراه للاهلي قبل كده، ما لعبش اي مباراه ما بين الزمالك مثلا والمصري او الاهلي والمصري، ودي اكيد تبقى ضغوط على الحكم. الحاجه الثانيه طبعا وليد كان عنده يعني حاله وفاه، ودي كمان اكيد يعني تراعى الظروف ديت، لابد انك انت تراعى هذه الظروف. اكيد ما اتمرنش بقاله فتره، اكيد عنده حاله حزن، تعيين مش موفق تماما ومش احساس بالمسؤوليه. انا بحمل لجنه الحكام هذه التعيينه بصرف النظر على اخطاء الحكم او هو ادار ايه، ولكن انا عندي حاجات مهمه جدا كابتن اسامه، خاصه تاني بنقول بصرف النظر النادي الاهلي النهارده اضاع اهداف، وانا دايما بقول ماليش علاقه، افصل تماما انا كحكم من النادي الاهلي اضاع اهداف، وكان عنده فرص كتيره، ولكن احنا بنتكلم كتحكيم.